أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على أهمية الملتقيات الاقتصادية التي يجتمع فيها صناع قرار الاقتصاد الدولي والكيانات الاقتصادية والاستشارية المختلفة تحت سقف واحد لتبادل وجهات النظر، وما تسهم به هذه الملتقيات في خلق المزيد من الفرص الواحدة التي تعود بالنفع لنمو الاقتصاد العالمي. وأشار معالي الوزير إلى أن البحرين تسير بثبات نحو تحقيق أهدافها التنموية المنشودة من خلال العمل على مبادرات حيوية متعددة بروح فريق البحرين الواحد، والتي كان لها عظيم الأثر في مواصلة النمو الإيجابي للاقتصاد البحريني، مؤكدا على مواصلة تنفيذ كل ما من شأنه رفد وتعزيز الوضع المالي، والتي من أهمها مبادرة برنامج التوازن المالي. جاء ذلك لدى لقاءات معاليه بحضور سعادة السيد رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، مع كل من السيد جون ليمير رئيس مجلس إدارة بنك بي أن بي باريبا والوفد المرافق، إلى جانب وفد من شركة لازارد الاستشارية على هامش مشاركة معاليه في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تم خلالها تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات على صعيد الاقتصاد العالمي. بلغ المتوسط اليومي لقيمة الأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة في بورصة البحرين لهذا الأسبوع المتداولة 908,932 دينار بحريني، في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 4,179,407 سهم، أما متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع فبلغ 82 صفقة. التفاصيل في سياق التقرير التالي. بلغت كمية الأسهم والسندات المتداولة والمدرجة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 20,897,087 سهما وسندا، وبلغ إجمالي قيمة الأوراق المالية المتداولة بقيمة قدرها 4,544,661 دينارا بحرينيا، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 378 صفقة. تداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 29 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 10 شركات في حين انخفضت أسعار أسهم 5 أخرى، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق. واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية، أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الخدمات. وعلى مستوى الشركات جاء البنك الأهلي المتحد في المركز الأول من حيث القيمة، وجاءت في المركز الثاني مجموعة جي اف اتش المالية. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. أعلنت مجموعة الاتحاد للطيران الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة ومجموعة العربية للطيران أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن إبرام اتفاقية لإطلاق العربية للطيران أبوظبي، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها العاصمة أبوظبي. وستكون العربية للطيران أبوظبي مشروعا مشترك مستقل تتخذ من مطار أبوظبي الدولي مقرا ومركزا رئيسيا عملياتها، وستقوم الشراكة الجديدة بدعم شبكة الوجهات والخدمات التي تقدمها الاتحاد للطيران، وستلبي بدورها احتياجات قطاع السفر منخفض التكلفة والمتنامي في المنطقة. قالت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر أنه حدثت طفرة في حجم ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ليصل لأعلى معدلاته ل 7.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا خلال شهر سبتمبر الماضي. وأكد وكيل أول وزارة البترول المصرية محمد سعفان أن القطاع حقق رقما قياسيا بأعلى معدل إنتاج للزيت الخام والغاز في تاريخ مصر خلال شهر أغسطس الماضي، حيث وصل إلى 1.9 مليون برميل مكافئ للزيت يوميا،
وتم اتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق هدف مصر لتكون مركزا إقليميا، وسوف تلعب دورا مهما من خلال إقامة شراكات تجعل التعاملات التجارية بين الدول أكثر سهولة وتزيد من التعاملات التجارية التي تربط الشرق بالغرب. تراجعت الحكومة اللبنانية عن قرارها فرض رسوم على الاتصالات عبر تطبيق واتساب بقيمة 20 سنتا يوميا بعد ساعات من إعلانه، بسبب مظاهرات واسعة شهدت أعمال عنف وقطع طرق بإطارات مشتعلة وحواجز. وكان وزير الإعلام جمال الجراح قال إن اقتراح وزير الاتصالات محمد شقير فرض 20 سنتا على التخابر عبر الواتساب أقر في مجلس الوزراء وسيبدأ العمل به في بداية عام 2020، مشيرا بعد جلسة الحكومة أمس إلى أن إيرادات هذا القرار تصل إلى 200 مليون دولار، وعلى وقع الرفض الشعبي لهذا الإجراء نوعا من التراجع، وشدد معظمهم على ضرورة أن تترافق أي ضرائب جديدة على المواطن مع إصلاحات. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. شركتان روسية وصينية تبرمان اتفاقا يتجاوز 1013 مليار دولار لبناء مصنع لمعالجة الغاز الطبيعي والكيميائيات. أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تأييدهما للمجموعة الأوروبية لصناعة الطائرات إيرباص، وذلك خلال زيارتهما لمقر المجموعة في مدينة تولوز الفرنسية. وفي عقب الزيارة غرد ماكرون على موقع تويتر إنه كان يرغب في زيارة أهم مقر لإيرباص مع ميركل في إطار الدفاع عن رائد صناعي. وأكدت ميركل أن حكومتي البلدين ستبذلان ما بوسعهما من أجل نجاح إيرباص في المستقبل. صادقت الحكومة الإيطالية على مجموعة من القرارات الاقتصادية التي تضمنت إعطاء مكافآت كبيرة للمواطنين إذا ما تحولوا للدفع عن طريق البطاقات الإلكترونية وليس نقدا، وذلك في مسعى من جانب الحكومة للقضاء على التهرب الضريبي. وصادقت حكومة رئيس الوزراء جوزبي كونتي على حزمة من القرارات من بينها مشروع موازنة عام 2020 التي تم إحالتها للاتحاد الأوروبي للموافقة عليها. وقال كونتي أن خطة إيطاليا دون دفع نقدي ستشجع على استخدام المدفوعات الإلكترونية وستساعد في إدراج الاقتصاد الموازنة في الاقتصاد الخاضع للضرائب. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. أبرمت شركتان روسية وصينية اتفاقا بقيمة تتجاوز 13 مليار دولار لبناء مصنع لمعالجة الغاز الطبيعي والكيميائيات في بلدة صغيرة قرب سواحل روسيا على خليج فنلندا. ووقعت الاتفاقية بين مجمع البلطيق الروسي للكيميائيات، وهي شركة تابعة لروسغاز دوتشا وشركة فرعية تابعة لشركة الهندسة الكيميائية الوطنية الصينية المحدودة، ويشمل عقد البناء مصنع كيميائي لمعالجة الغاز الطبيعي ومجموعتين للإيثيلين بطاقة سنوية تبلغ 1.4 مليون طن، وست مجموعات من منشآت البولي إيثيلين بطاقة 480 ألف طن سنويا، إضافة لمنشآت أخرى، وستستمر فترة البناء 5 سنوات.